تسمح الخدمة إصدار بطاقة عضوية لأسرة منتجة للمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة بطلب البطاقة التعريفية للأسر المنتجة، وتشمل بطاقة عضوية جميع البيانات ذات الصلة والتي تمكنه من المشاركة في مختلف المناسبات التي ينظمها قسم إدارة برامج الأسر المنتجة، بما في ذلك المعارض ومنافذ التسويق والدورات التدريبية. يمكنك الوصول إلى الخدمة من خلال تحميل تطبيق الهاتف المتحرك الذكي M Social. من القائمة الرئيسية للتطبيق اختر خدماتي، ثم قم باختيار الخدمة من القائمة. يمكنك أيضا الوصول إلى الخدمة الإلكترونية عن طريق الصفحة الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني www.msa.gov.ae. اضغط على الخدمات الإلكترونية في القائمة في الجزء العلوي وقم باختيار الأسرة، تليها إصدار بطاقة عضوية لأسرة منتجة. بعد الاطلاع على بطاقة الخدمة اضغط لبدء الخدمة، اضغط هنا لبدء تقديم الطلب. قم بملء جميع الحقول الإجبارية ذات النجمة الحمراء وقم بتحميل جميع الوثائق اللازمة. عندما تكون مستعدا انقر فوق إرسال. سوف تتلقى تأكيدا لطلبك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والتي تحتوي على الرقم الذي بموجبه تم تسجيل طلبك. يمكنك تتبع طلبك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. انتقل إلى خدماتي وقم باختيار تتبع الطلب، ومن ثم أدخل الرقم المرجعي لمتابعة الحالة. إذا كنت مسجلا على الموقع يمكنك أيضا تسجيل الدخول إلى خدماتي على موقع الوزارة وقم بفحص صفحتي بدلا من ذلك. إذا قامت الوزارة بطلب معلومات إضافية لتقييم طلبك سيتم إبلاغك عن طريق البريد الإلكتروني.